ولتسليط الضوء أكثر على الوضع العسكري في سوريا وتأكيد النظام لتعرض قواعده العسكرية لقصف من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. أهلا بك معنا سيد باسل. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك سيد باسل. غارة صهيونية جديدة على مواقع لجيش النظام السوري دون وقوع خسائر بشرية، يعني في العادة كانت الغارات الصهيونية تستهدف الميليشيات الإيرانية، هذه المرة بماذا تفسر استهداف قوات النظام بشكل مباشر؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة هو الهدف كان شحنة من الأسلحة، شحنة أسلحة معينة كانت يعني بحسب المعلومات الأولية كانت مخزنة أو قريبة أو تتحرك في الموقع، وبناء عليه يبدو أن يعني الاحتلال الصهيوني قام بقصف الموقع وقصف هذه الشحنة أو هذه المخازن من الذخيرة والأسلحة. يعني بالمقابل، لماذا يعلن النظام عن الغارات التي تستهدف قواته من قبل جيش الاحتلال رغم عدم أو وجود يعني رد من قبله؟ ما الهدف من هذا الإعلان؟ لا، هو أولا النظام يحاول من خلال هذا الإعلان أن يسوق لسرديته الأصلية بأنه هو خندق الممارعة وأنه خندق المقاومة وأنه مستهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن محور الاستعمار وما إلى ذلك. أيضا هو النظام يحاول من خلال الإعلان عن هذه الاستهدافات أن يستبق الإعلان الإسرائيلي، لأن الإسرائيليين عادة ما يعني عندما يسكت النظام عن بعض القصف الذي يتعرض له يبادر الإسرائيليون إلى تسريب أخبار هذا القصف إما من خلال الإعلاميين أو من خلال المسؤولين الرسميين، وبالتالي يصبح النظام في وضع محرج لأنه لم يعلن هو بنفسه عن تعرضه للقصف، لذلك أصبح يبادر بعملية الحديث عن القصف هو بنفسه. أيضا هو يستخدم هذا القصف وهذه المواجهات في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية ليسوق لنفسه كجهة كضحية وليس كمجرم حرب، ويحاول أن يقول أنه مستهدف وأن ويطالب المجتمع الدولي ويطالب الآخرين بالوقوف إلى جانبه. نعم. أيضا على الجهة الأخرى، تلقت الفرقة الرابعة أو قوات الفرقة الرابعة التابعة للنظام ضربة قوية في درعا من فصائل المعارضة، كيف ترى هذا التحول التكتيكي من قبل فصائل المعارضة في استهداف قوات النظام أيضا؟ نعم، الحقيقة هو ليس تحولا بالمعنى التحول التكتيكي أو التحول الكبير. أساسا الاتفاق الذي على أساسه تم دخول قوات النظام وحلفاء النظام إلى المنطقة كان اتفاقا هشا، ووقع تحت ضغط النار وتحت ضغط الحصار وتحت ضغط التخلي عن هذه المنطقة. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أنه طوال الفترة الماضية كانت هناك العديد من العمليات والعديد من المواجهات والعديد من الاشتباكات بين الأطراف المختلفة في هذه المنطقة. طبعا في هذه المنطقة يوجد عدة أطراف، هناك تواجد سوري من الثوار، هناك تواجد النظام، هناك الإيرانيين، هناك الروس، وأحيانا يكون هناك تواجدات مؤقتة إسرائيلية أو أمريكية وما شابه. بالتالي يعني كانت هناك المنطقة دائما كانت تعيش حالة توتر ومواجهات مختلفة بين هذه الأطراف تقل وتزيد بحسب المناسبات. في الفترة الأخيرة يعني في آخر 3 شهور بالتحديد كان هناك تصعيد كبير جدا من طرف النظام باتجاه هذه المنطقة، ضغوطات، حصار لبعض المناطق، اقتحامات لبعض المناطق، اعتقالات واسعة في صفوف الشباب، حرمان لكثير من الأهالي من معظم الخدمات الأساسية وما إلى ذلك. وبطبيعة الحال هذا التوتر مع هذه الطريقة في المعاملة، إذا أضفنا إليها طبيعة الاتفاق الهش أصلا الذي تقوم عليه هذا التواجد إلى آخره، من الطبيعة أن يصل أن تتفجر الأوضاع في وقت ما وتحصل المواجهات بطريقة ما. من المعروف أن الفرقة الرابعة يعول عليها كل من النظام وحليفه الروسي أيضا، وقد أثنى عليها بوتين نفسه. ماذا يعني برأيك تلقيها أكثر من ضربة خلال الفترة الأخيرة وعدم إتباع ذلك برد من الطائرات الروسية على الأقل؟ كما قلت قبل قليل، هذه المواجهات تحصل من فترة طويلة، ليست يعني فقط في الآونة الأخيرة تعرضت الفرقة الرابعة للمواجهات، والفرقة الرابعة نفسها خاضت مجموعة من الاشتباكات الواسعة مع الأهالي في تلك المنطقة واقتحمت العديد من القرى والمناطق، وبالتالي يعني ليس مستغربا أن يرد أبناء هذه المناطق وأهالي هذه المناطق على الفرقة الرابعة وغيرها جراء العمليات التي تقوم بها. هي تفرض مجموعة من الحواجز على الطرق الرئيسية، تمنع دخول وحركة الكثير من البضائع والناس، تحاصر المناطق، اقتحمت في الشهر الشباط مثلا اقتحمت منطقتين، تدخلت في أكثر من نزاع وتسببت بتأجيجه وحصلت أكثر من مشكلة، وتبين أن أعضاء من الفرقة الرابعة أو مرتبطين بهذه الفرقة أو المتابعين لها كانوا خلف النزاعات وما إلى ذلك.
وبالتالي يعني ليس مستغربا ان تحصل صدامات مع الفرقه الرابعه طالما انها تنتهي هذا النهج في التعامل مع اهالي المنطقه. نعم، اذا رئيس مركز ادراك للدراسات باسل حفار، كنت ضيفا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.